سياسي ما اسمح لي سياسي انا معك قصدي انا المجلس امتنا استغرقس انا اعطني المقرر في يوم ولما ناخذ مقرر سنعرف ما قال المقرر وفي حين ان خدمنا هنايا مشروع تكدى تكلفه كبيره انا جبنا ناس بقاو هنايا مده طويله المغرب المركزي جاو مهندسين ثلاث ايام وكيعملوا جولات في المدينه في الحائل وخوضوا صور ومشينا عند الطلبه دخلنا معاهم فهمتني وقدمنا مشروع للجماعه كانت مشاركه مع الجماعه فين جات الجهد ديالنا كتكون هذيك الساعه كجمعيه اللي كيتكلم عليه سيبرت اللي لو كان فعلا يعني انه كان اولا داس السيد العام ما غاديش يرسل لنا رساله لا خليني نكمل لا بتاريخ 26 اكتوبر 2018 معناتها السلطه الوصيه ما عندهاش الخبر بالمقرر وربما انهم ما اعتبروه شيء لو كان هذا المقرر لان المجلس السابق كان صادر في حقه حكم بالالغاء والله اعلم مساهمة مع الاخوان وعملنا تصاميم كامله ديال شعبان واحد وشعبان جوج وصرفناها للوزاره الداخليه فهمتيني لو كان شي مراسله او السلطه ما عندهاش الخبر ما كيبقى شغلها ولكن انا بالنسبه لي انا ما ادري المقرر ديال 2012 هو ديال اليوس ما يمكنش ناخذ مقرر وحنا ما عرفتش المقرر الاخر كاين فين واش كاين مراسل ان المقرر ما تقبلش اذا هناك واحد الاشكاليه خصنا نحلوها التساؤل هو واش كاين مقرر ام لا الاداره المفروض ان اداره المجلس يكون عندها جواب على هذا السؤال هذا وعلى هذا الشيء غنبين لكم الموقف ديالنا يعني ما بغيناش نصوتوا على واحد النقطه اللي ما واضحاش واش شكرا اعتقد اي داعي باش نوليو نعملوا هذا المجهود زعما على قله التجزئات غير المسمات في المدينه كون كان عندنا المؤشر المقرر مؤشر عليه وراه هذا المجهود اللي عملناه جماعه وكلفنا واحد المجهود ديال مجموعه الافراد الداخليه والخارجيه قلنا احنا ما عندناش مؤشر مقرر مؤشر عليه وبالتالي نظرا لإنحاء مجموعة المصالح الأمن جبايات ضرائب مجموعة المصالح تلح هاد جوج التجزئات لأنه تبارك الله ولاو كبارين عامرين كنا في حالة استعجال ومي وصلنا لشعبان واحد وشعبان جوج قلنا نديرو حتى التجزئات ولو الصغيرة اللي عندنا وكان عندنا المقرر مؤشر مصدق عليه إن سيعفينا من هذا المجهود سنعمله في واحد التجزئة أخرى زعما حنا لا نرى سببا من اجل ما سموش الاسم ما سموش الاسم زعما شي واحد كنظن الارشيف الجماعه لا يتوفر على مقرر مؤشر عليه شكرا.